جينا وانا جيت من طنجة مع صديقة ديالي، جينا حيت باش نشوفوا علاش سمعنا قالوا غطيحت ساعة ما طاحش، وجينا نشوفوا مدينة ساعة مدينة مزيونة بزاف عجبتنا، ترونكيل ونقية بزاف. جيت من مدينة مكناس قصدا عاصمة السياحة الجبلية مدينة إفران، جئت هنا لكي أستمتع بهذه المناظر الطبيعية الخلابة وهذه المناظر الجميلة. بطبيعة الحال مدينة إفران هي مدينة فاتنة، المناخ الجميل والمدينة الهادئة، وهي كما تعرف بحديقة المغرب، إذا كل شيء متاح هنا بالعاصمة السياحة الجبلية. وربما أن هذه العاصمة السياحة الجبلية هي في مرحلة الذروة، أي تساقطات الثلجية، حيث سيقصدها المواطنين من كل حدب وصوب. أنا جيت من مدينة طنجة، جينا غير سياحة أنا وصاحبتي بو باسي لو ويكاند. مدينة غزالة، تخي ترانكيل، تخي كالم، اللي عجبنا أكثر هي لا بروبروتي، تخي نقية بزاف والناس بيس. أنا جيت من مدينة وجدة، جينا لمدينة إفران حيت هي واحد المدينة زوينة بزاف وفيها الهدوء وفيها واحد المناظر اللي خلابة وزوينة بزاف. هاد المناظر اللي فيها ما كاينينش في شي بلاصة اخرى، وناسها الله يعمرهم هذا، وفيها ما يتشاف. كنصح الناس كاملين يجيو هنايا حيت فيها ما يتشاف بزاف.